هل أنت هي النرجسية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش نعمان زريوح في فيديو جديد، فيديو الجميع ينتظره. اليوم يوم أحد، موعدنا المعتاد مع فضفضة مع نعمان. فضفضة هذا اليوم ستكون جوابا عن سؤال لإحدى متتبعات هذه القناة الكريمات، خلاصته هو: كوتش نعمان، بدأت أعتقد أنني أنا هي النرجسية وأنني قد ظلمت زوجي، ماذا إذا كنت بالفعل أنا هي المذنبة، أنا هي المسؤولة؟ إنني أحس بالذنب ولو أنني قد عانيت من زوجي، ولكنني أحيانا أعتقد أنه ضحية وأنا هي النرجسية. من فضلك كوتش نعمان، أجبني عن هذا السؤال، وماذا إذا كنت أنا هي النرجسية؟ أختي العزيزة، حان الأوان لكي أجيب عن هذا السؤال الذي يؤرق جميع ضحايا النرجسيين. هل أنا هي النرجسية؟ بطبيعة الحال هذا الفيديو ينطبق على جميع ضحايا النرجسيين، سواء كانوا رجالا أو نساء. تعلمون أنني أبسط الأمور على أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية. استعدوا جيدا لأن هذا الفيديو سوف يبدد جميع الشكوك، فيديو سوف يغير حياتكم. قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فضفضة مع نعمان. الدخول في علاقة مع نرجسي خبيث هي الدخول إلى سجن مدى الحياة. أختي العزيزة، أريدك أن تنزلي لخانة التعليق وأن تشاركيني تجربتك، كيف أنك بالفعل تحسين بأنك تعيشين في سجن مع هذا الخبيث؟ بطبيعة الحال أنت بدون حرية، أنت لا تستطيعين حتى أن تتخطي عتبة الباب بدون إذن النرجسي. النرجسي الخبيث ولو أنه شريك حياتك بين قوسين، فهو لا يتشاور معك في أي شيء، يفعل كل شيء بمحض إرادته، كما لو كنت ديكورا، كما لو كنت نكرة، لأن هدفك بطبيعة الحال هو أن تخدميه. أنت عليك أن تطيعيه فقط، من المسموح لك أن تتنفسي حتى تبقي على قيد الحياة في خدمة هذا الخبيث. ولكن الخطورة هنا تكمن في أن هذه التلاعبات التي يقوم بها النرجسي دائما وأبدا، والتي تتغلغل في نفسيتك، لأنه بطبيعة الحال يلعب دور الضحية، يتهمك بأنك أنت المسؤولة، إذا غضب، إذا ضربك، فأنت هي المذنبة، أنت التي جعلته يتصرف هكذا، لأنك لا تطيعينه، لأنك تلبسين بشكل غير محتشم، إلى آخره. الأعذار كثيرة، وهنا أريدك أن تشاركيني تجاربك، فهذه الأمور تجعلك بالفعل تعتقدين شيئا فشيئا بأنك مذنبة، وهذا الشعور فهو يتطور شيئا فشيئا حتى يسيطر عليك. وعندما تكتشفين النرجسية عن طريق محتوى يوتيوب، عن طريق مقالات إلى آخره، فأنت تذهلين، لأنك ترين نفسك بالفعل تعيشين مع هذا الشخص السام. ولكن ما أن تتعمقي في هذه الشخصية، أي الشخصية النرجسية أو السيكوباتية، فهنا أنت بالفعل قد تحاسبين نفسك، وقد تعتقدين بأنك أنت هي النرجسية، أنت هي المذنبة، أنت هي الجلادة، والنرجسي هو الضحية، هو المسكين، لأنه يعرف كيف يلعب دور الضحية، خصوصا النرجسي الخفي، هذا الشخص السام المجرم الذي يقتل بشكل بارد، والذي يعرف كيف يتأقلم في المجتمع ويبدو بالفعل إنسانا صالحا متدينا إلى آخره.
ويخدع الجميع، وأيضا يخدعك أنت ولو أنك تعانين معه. هنا أريدك أن تنتبهي جيدا يا أختي العزيزة، لأنني سوف أعطيك الجواب الحاسم. هل بالفعل أنت نرجسية أم لا؟ صدقيني، هذا الجواب سوف يريحك للأبد، فانتبهي جيدا. هنا أريدك أن تركزي معي، لأنك ما أن طرحت هذا السؤال هل أنا نرجسية، فهذا يعني يا أختي العزيزة أنك تحاسبين نفسك، أنك تراجعين أخطائك، أنك تحسين بالذنب، أنك متعاطفة. ركزي على هذه الفكرة، أنت متعاطفة، وهذا الشعور النرجسي محروم منه. النرجسي لا يعترف بأخطائه، النرجسي لا يراجع تصرفاته، النرجسي يعتقد أنه منزه عن الخطأ، أن الجميع مخطئ إلا هو، أن الجميع يتآمر عليه، أنه ضحية، لأنه متميز، لأنه عبقري، لأنه وسيم، لأنه متألق، إلى آخره. النرجسي يلعب في درجة عليا، والآخرون بطبيعة الحال هم دائما أسفل، هم دائما في درجة دنيا. هكذا يرى النرجسي الحياة من حوله، ولهذا فما أن يصادف شخصا نرجسيا آخر حتى يهرب، لأنه لا يستطيع أن يواجه الشخصيات النرجسية. النرجسي بالفعل فقط يسيطر على الشخصيات المتعاطفة، الشخصيات الذكية، الشخصيات المسؤولة الطيبة، وأنت منهم يا أختي العزيزة. ما أن طرحت هذا السؤال هل أنا نرجسية، فاعلمي أنك لست نرجسية. النرجسي لا يسأل نفسه هذا السؤال يا أختي العزيزة. أريدك أن ترتاحي، أريدك أن تركزي على نفسك، أن تركزي على أطفالك، على مستقبلك، على حياتك. انسي هذه الفكرة، لا تجلدي ذاتك. هذا الإحساس بالذنب فهو يتولد لدى جميع ضحايا النرجسيين، لأن هذا الخبيث فهو يتلاعب بضحيته طيلة أعوام وأعوام، وهذا يجعلها تصدق أنها هي المذنبة، هي المسؤولة، وأنها هي النرجسية. هنا سوف أسألك يا أختي العزيزة سؤالا، وأريدك أن تجيبيني في خانة التعليق. هل بالفعل قد طرح عليك النرجسي هذا السؤال؟ هل اتهمك بأنك أنت النرجسية وقال لك هل أنت نرجسية؟ لماذا تتعاملين هكذا؟ أنت مغرورة، أنت أنانية. وبالفعل قد صدقت هذا وأحسست بالذنب، بالمسؤولية، وهذا بالفعل يجعله يتمادى في تصرفاته، ويجعلك تتنازلين أكثر وأكثر حتى تصبحي إنسانة تحت سيطرته، تحت سلطته، دائما في ظله، ترينه فقط هو الوحيد الموجود في حياتك. ألا تحسين بهذا؟ أريد من جميع ضحايا النرجسيين أن يشاركوني تجاربهم مع هذا الخبيث، كيف أنهن يقتنعن بأنهن مسؤولات، وحتى بعد الانفصال في المجتمع يجعلك تحسين بأنك أنت المخطئة، وبأنك قد ظلمت هذا الخبيث، لأنه يعرف كيف يتلاعب بالآخرين، لأنه ممثل بارع يلبس أقنعة باستمرار، من الصعب كشفه، خصوصا النرجسي الخفي، أخطر الكائنات، الشيطان في صورة إنسان. أختي العزيزة، في نهاية هذه الحلقة الجديدة من فضفضة مع نعمان، أريدك أن ترتاحي، أنت لست نرجسية، أنت إنسانة طيبة، متعاطفة، متألقة، ذنبك الوحيد هو أنك قد وقعت في مصيدة هذا الخبيث الذي بحث عنك، الذي اصطادك، والذي اقتنصك، لأنه يختار جيدا ضحيته. وهنا أريد أن أهنئك، لأنك بالفعل وصلت لدرجة من المسؤولية، من الوعي، تجعلك قادرة على اتخاذ القرار المناسب. أتعلمين ما هو يا أختي العزيزة؟
ألا وهو الانفصال وقطع الاتصال لتستعيدي حياتك وتستعيدي حريتك المنشودة. إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف. سأترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط الصفحات الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف. أيضا هناك رابط واتساب لمن يحتاج لاستشارة شخصية معي مباشرة حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئة الله. قبل أن أغادر وكالعادة سوف أترك لك سؤالا أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: هل سألت نفسك يوما ما هل أنا نرجسية؟ أجيبيني في خانة التعليق أسفل هذا الفيديو. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة أحبائي كونوا سعداء.